الطلبة الأعزاء في مساق المحاسبة الإدارية، مرحبا بكم. في محاضرتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن موازنة الإنتاج Production Budget. طبعا the Production Budget shows the number of units of a product to produce to meet anticipated sales demand. بمعنى بشكل عام أنه موازنة الإنتاج تظهر عدد الوحدات من المنتجات الواجب إنتاجها لحتى تقوم بتلبية الطلب المتعلق بالمبيعات. بمعنى تحدثنا انه في المحاضرة السابقة عن موازنة المبيعات، وحكينا انه بشكل عام الشركة بتقوم بتخطيط مبيعاتها للفترة القادمة، وبالتالي لقينا انه موازنة المبيعات هي الموازنة الاساسية راح تعتمد عليها باقي الموازنات، وبالتالي انا راح اقوم بابلاغ قسم الانتاج بتجهيز المواد الواجب انتاجها حتى اقوم بتلبية المبيعات المطلوب مني خلال الفترة القادمة، وبالتالي راح ننتقل الى موازنة الانتاج وهي العنصر الأساسي بعد موازنة المبيعات. بمعنى هو أمر الإنتاج ببعثه لقسم الإنتاج لحتى يقوم بإنتاج المواد أو المنتجات التي أنا بحاجة إليها حتى أقوم بتلبية الطلب في المستقبل. وبالتالي تظهر موازنة الإنتاج كمية البضاعة الواجب إنتاجها بالإضافة كيفية توزيعها على فترات الموازنة، حيث تعتبر موازنة الإنتاج أداة رقابية وتخطيطية هامة تخدم إدارة الإنتاج في المصنع، وبالتالي تمكنها من التخطيط مقدما لكمية الإنتاج المتوقعة، وبالتالي من خلالها نستطيع تهيئة عناصر إنتاج المختلفة من أيدي عاملة ومواد خام وغيرها. وبالتالي عملية إعداد الموازنة الإنتاج في عندي نقاط رئيسية بحاجة لها. أولا رح نلتجئ بشكل أساسي للبادجت سيلز يونتس. حكينا بشكل عام كمية المبيعات المخططة بالوحدات، طبعا budget sales units بدي أعرف قديش وحدة من المبيعات أنا المتوقع بيعها خلال الفترة القادمة، وبالتالي كمية المبيعات المتوقعة لكل فترة، وهاي محصل عليها منين؟ من موازنة المبيعات. النقطة الثانية راح أضيف عليها desired ending finished goods units، بمعنى قديش لازم كمية المخزون من آخر المدن بضاعة تامة الصنع، نحكي عن finished goods، الواجب الاحتفاظ بها في نهاية كل فترة. بمعنى انه انا لازم يكون في عندي كمية من الانتاج من بضاعة تامة الصنع انا بدي احتفظ فيها. الغاية من ليش؟ لحتى اقوم بتلبية احتياجات الربع او الفترة التالية. الربع بنحكي عن الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع، او على سبيل المثال خلال السنة الاولى، السنة الثانية الى اخره. وبالتالي راح احتفظ بجزء معين من المخزون بضاعة تامة الصنع، وهي بسموها desired ending finished goods units، بمعنى كمية المخزون آخر المدة من البضاعة تامة الصنع الواجب الاحتفاظ بها. بعد ذلك بطرح منها beginning finished goods units، وبالتالي بطرح منها كمية المخزون أول المدة من البضاعة تامة الصنع، وبالتالي بصل لنقطة معينة وهي required production units، عدد الوحدات المتوقع إنتاجها أو عدد الوحدات المطلوب إنتاجها خلال الفترة. إذا هاي بشكل بسيط فيما يتعلق بموازنة الإنتاج من خلال المعادلة اللي ظهر عندي. A realistic estimate of ending inventory is essential in scheduling a production requirements. وبالتالي عندي التقديرات يجب تكون واقعية فيما يتعلق بشكل أساسي في مخزون آخر المدة. الغاية من ذلك لحتى أقوم بجدولة الإنتاج المطلوب مني خلال الفترات القادمة، وراح يمر معنا من خلال السؤال العملي الموجود عندنا في المادة. وبالتالي كمان معطي نقطة معنا excessive inventories in a quarter may lead to cut back production and please lay off in subsequent quarter. بمعنى لما يكون في عنده نقطة معينة هناك على سبيل المثال مخزون بفوق المطلوب مني بشكل خلال الفترة، وبالتالي في خلال فترة معينة راح يؤدي إلى إيش؟ إلى تخفيض خلال الفترة أو تخفيض الإنتاج في الفترة القادمة، وبالتالي بأثر على الربع اللي بعده. الغاية من ذلك راح نقوم بتوضيحها بشكل أفضل. وبالتالي عندنا المثال اللي اتطرقنا له لشركة، هو الكيس ستدي عندنا شركة هايس كومباني believes it can meet a future sales requirement by maintaining an ending inventory equal 20% of the next quarter budget sales volume. وبالتالي شركة هايس تؤمن أنها يمكن تحقيق المبيعات المستقبلية من خلال المحافظة على مخزون آخر المدة قيمته 20% من بسموه next quarter budget sales volume.
وبالتالي من خلال تلبية أو تحقيق بسموها حجم المبيعات المتوقعة للربع التالي. راح يمر معنا. For example, the ending finished goods inventory for the first quarter is 700 units. وهي عبارة عن 20% multiply anticipated second quarter sales of 3500 units. بمعنى انه مخزون اخر المدة من البضاعة تامة الصنع في الربع الاول هو عبارة عن 700 وحدة. ولقول محتسابها هي عبارة عن ايش؟ 20% من مبيعات او نجيب موازنة المبيعات المتوقعة للفترة القادمة او الربع التالي. طيب خلينا نستذكر البيانات المتعلقة في السيلز بادجت لحتى نقدر نقوم باعداد البرودكشن بادجت. طبعا حكينا من خلال البيانات المعطاة عندي في السؤال، حكينا the sales budget is prepared by multiplying the expected unit sales volume for each product by its anticipated unit selling price. Highest company expected sales volume to be 3000 units in the first quarter with 500 unit increase in each succeeding quarter. وبالتالي حكى لي من خلال انه موازنة المبيعات يتم اعدادها من خلال ضرب او على سبيل المثال expected unit sales volume من خلال حجم المبيعات المتوقع بالوحدات مضروبة ايش في اليونت سيلينج برايس مضروبة في سعر البيع. وحكينا انه في شركة هايس كومباني expect sales volume متوقع انه خلال الربع الاول تكون حجم المبيعات عبارة عن 3000 وحدة، والربع التالي راح تزيد عندي قديش 500 وحدة. بمعنى الربع الاول 3000، الربع الثاني 3500 وهكذا، بمعنى انه في عندي زيادة بقيمة 500 وحدة في نهاية كل ربع. وبالتالي في الربع الثاني 3500، في الربع الثالث 4000، في الربع الرابع وهو 4500. وقمنا بتوضيحها من خلال موازنة الانتاج، موازنة المبيعات، وهي عدد الوحدات المتوقع بيعها مضروبة في سعر البيع للوحدة واحدة. كان عندي 3000 في الربع الاول، 60000، 60 دولار بطلع عندي 180000. عندي expected unit sales في الربع الثاني 3500 ضرب 60 دولار وطلعت عندي 210000، والربع الثالث كانت عندي 4000. اذا ملاحظ انه في زيادة في كل ربع قيمته 500 وحدة وهكذا. طيب راح نستند لهاي القائمة لحتى اقوم باعداد موازنة الانتاج. بمعنى انه انا راح اجيب البيانات expected unit sales، وبالتالي اذا ملاحظ انه اساس محور موازنة الانتاج هو عدد الوحدات المباعة راح متوقع بيعها expected unit sales. وبالتالي الربع الاول 3000، والربع الثاني 3500، والربع الثالث 4000، والربع الرابع 4500. طيب شو بضل عندي كمان؟ كمان حسب القانون اللي عندي هاي جبت البيانات المتعلقة بالبادجت سيلز يونتس بالوحدات. طبعا ننتبه على نقطة معينة انه هون بالوحدات. طيب شو نضيف عليها؟ بدنا نضيف عليها قديش لازم يضل عندي مخزون في نهاية كل فترة. Desired Ending Finished Goods Unit حكينا هي عبارة عن كمية المخزون من آخر المدة من البضاعة تامة الصنع الواجب احتفاظ بها. وبالتالي قديش بدي أحتفظ في مخزون بضاعة تامة الصنع للفترة القادمة؟ حكينا بشكل بسيط هي من خلال 20% من الربع التالي. كيف يعني؟ حكينا هاي المبيعات المتوقعة خلال السنة بالكامل، الربع الأول، الثاني، الثالث، الرابع. وبالتالي راح اضيف عليها add desired ending finished goods units، راح اضيف عليها قديش لازم يضل عندي مخزون بضاعة تامة الصنع. طلعت عندي 700 خلال الربع الاول. طيب 700 كيف طلعت معي؟ حكينا هي عبارة عن مبيعات المتوقعة في الربع الثاني مضروبة في 20%، واللي حكينا عنها بشكل بسيط companies believe it can meet the future sales requirement by maintaining ending inventory equal 20% of the next quarter. وبالتالي الشركة حتقوم بتلبية المبيعات المطلوب منها في المستقبل، يجب احتفاظ في جزء من المبيعات، سوري احتفاظ جزء من المخزون. ليش؟ لحتى اقوم بتلبية حجم المبيعات في المستقبل. وبالتالي انا راح احتفظ من الفترة القادمة بقيمة 20%، وبالتالي هي بشكل بسيط 3500 مضروبة في 20%، وبالتالي بعطيني 700 وحدة. طيب في الربع الثاني شو راح احتفظ في مخزون؟
باجي على المبيعات المتوقعة للربع الثالث وبضربها في 20%، إذا هي عبارة عن 4000 مضروبة في 20%، وبالتالي بعطيني 800 وحدة. في الربع الرابع راح أجي عليها عشان أقوم احتساب الربع الثالث، هي عبارة عن 4500 مضروبة في 20%، بعطيني 9000. طيب كيف بدي أقوم باحتساب الربع الرابع؟ حكينا أنه في عندي زيادة بكل فترة 500، وبالتالي متوقع في السنة 2015 في الربع الأول يكون عندي المبيعات المتوقعة 5000 وحدة، هي عبارة عن 4500 زائد 500 راح تكون عندي قديش؟ 5000. بقول 5000 ضرب 20% بعطيني 1000 وحدة، وبالتالي باجي بقول بشكل بسيط، حكينا حسب القانون اللي عندي budget sales unit زائد desired and finished goods، وبالتالي 3000 زائد 700 3700 3500 زائد 800 4300 4000 زائد 900 4900، وعندي هون 4500 زائد 1000 5500. طيب بالحالة هاي شو ضل عندي كمان؟ beginning finish goods units، بدي أطرح منها ال beginning finish goods units. طيب كداش طلعت عندي less beginning finish goods sales unit sales، هي عبارة عن 600 و700 و800 و900. طيب كيف طلعت معي؟ هي بشكل بسيط حاط لي هون بعض التعريفات أو بعض اختصارات، حاط لي هون C وهون حاط لي B وهون حاط لي A، وبالتالي C هي 20% estimate of first quarter، وبالتالي راح اقول بشكل بسيط، اذا هي عبارة عن 3000 مضروبة في 20% بعطيني 600 وحدة، بعد عندي 3500 ضرب 20 بعطيني 7000. لكن السؤال راح يتبادل الطالب، راح يقول طيب ليش ضربتها في 20% وليش ضربتها في الربع الاول؟ طبعا بشكل بسيط حكينا انه في المحاسبة وخاصة لما يتعلق بالمخزون، مخزون آخر المدة هو عبارة عن مخزون أول المدة بشكل عام الفترة اللي بعدها، وبالتالي قديش أنا راح يكون عندي مخزون بشكل بسيط، قديش راح يكون عندي مخزون من بضاعة تامة الصنع أول المدة. إذا هي عبارة، إذا أنا بأخذ بعين الاعتبار إنه مخزون آخر المدة بيعتمد على الربع الثاني، إذا مخزون أول المدة بيعتمد على الربع اللي أنا فيه. بمعنى لما أجي بشكل بسيط راح أقول هي عبارة عن 3000 مضروبة في 20%، وبالتالي بعطيني 6600 وحدة، وبالتالي بمعنى أنه أنا راح أحتفظ في جزء معين من المخزون، هون كان عبارة عن إيش؟ مخزون أول مدة كنت محتفظ فيه قبل فترة، وبالتالي بطرحه لأنه راح أستخدمه إيش؟ في الإنتاج، وبالتالي بالحالة هاي بقول هي عبارة عن 3000 مضروبة في 20%، بمعنى أن الربع الأول من المبيعات المتوقعة مضروبة في 20% من المخزون اللي ظل عندي من الفترة السابقة، وبالتالي راح يكون عندي 3000 مضروبة في 20% بعطيني 600 وحدة، بعد ذلك عندي 3500 مضروبة في 20% وهي عبارة عن 700 وحدة، 4000 مضروبة في 20% بظل عندي 800 وحدة، وعندي 4500 ضرب 20% وبعطيني 900 وحدة. بهاي الحالة نيجي حسب القانون زي ما حكينا، البادجت سيلز زائد desired ending finished goods minus beginning finished goods units، وبالتالي بصل required production units، وبالتالي 3700 وصلت لها total required units less beginning finished goods units، 3700 ناقص 600 راح يكون عندي 3100 المطلوب، بمعنى انه عندي انتاج عبارة عن 3100 وحدة المطلوب مني في الربع الاول. في الربع الثاني هي عبارة عن 3600 وهي عبارة عن 4300 ناقص 700 بعطيني 3600، وهون عندي 4900 ناقص 800 بعطيني 4100، وهون عندي 5500 ناقص 900 بعطيني 4600، وبالتالي نجمع عدد الوحدات المطلوب مني إنتاجها خلال العام راح يكون عندي 15400 وحدة، وهي عبارة عن 3100 زائد 3600 زائد 4100 زائد 4600، وبالتالي أنا بحاجة لإنتاج 15400 وحدة، وبالتالي 15000 وحدة 15400 وحدة بهالحالة هي راح يدخل في عندي الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر ومانيفاكتشرنج اوفر هيد،
وهاي الموازنات راح نجي لها بإذن الله في المحاضرات القادمة، لأن كل موازنة بتعتمد على الموازنة اللي قبلها. هذا بشكل بسيط فيما يتعلق في موازنة الإنتاج. طيب لحتى نقدر نوضح هذا الأمر بشكل أفضل، في عندي سؤال دوت، عندي production budget، عندي Picker Company estimate that in 2014 unit sales will be 12,000 in a quarter first. وبالتالي شركة بيكر متوقعة أن تكون عندها المبيعات المتوقعة في عام 2014 متوقع في الربع الأول تكون 12,000 وحدة، و 16,000 وحدة 16,000 in a quarter second. وبالتالي متوقع تكون المبيعات في الربع الثاني عبارة عن 16,000 وحدة، وفي الربع الثالث 20,000 units in the quarter 3. وبالتالي كانت متوقع عندي المبيعات للفترة الربع الثالث عبارة عن 23,000 وحدة. At unit selling price of 30 US dollar. وبالتالي متوقع بيع سعر الوحدة الواحدة ب 30 US dollar. Management desires to have ending finished goods inventory equal to 15% in the next quarter expected unit sales. وبالتالي الإدارة بتقرر أنها تحتفظ من المخزون بضاعة تامة الصنع آخر المدة بنسبة 15% من الربع التالي من المبيعات المتوقعة. المطلوب مني prepare production budget by quarter for the next for fixed 6 months. وبالتالي المطلوب مني أني أقوم بإعداد موازنة الإنتاج لأول لمدة 6 شهور، بمعنى الربع الأول والربع الثاني. الربع الأول 3 شهور والربع الثاني 6 شهور، تكون 3 شهور مجموعهم بعطيني 6 شهور، لأنه السنة تنقسم إلى 4 4. وبالتالي موضح لي الحل عنده هون، لكن أنا راح أقوم بنقل بيانات السؤال إلى برنامج ون نوت حتى نقوم بحل السؤال وتوضيح بياناته بشكل بسيط. إذن قمنا بنقل البيانات المتعلقة بسؤال شركة بيكر كومباني، وبالتالي بدنا نقوم بس باستذكار إشي بسيط وهو فيما يتعلق في البرودكشن بودجت. حكينا هي بشكل بسيط هي عبارة عن، لكن خلينا نقوم بتكبير الخط. حكينا بشكل بسيط هي عبارة عن البودجت. إذن البودجت sales units then desire desire ending finish finish goods units. ناقص the beginning finish goods units. وبالتالي بصل لل required get and required production units production units. إذن هاي المعادلة راح نمشي عليها في المحاضرة من أجل حل السؤال. يجب استذكار هاي المعادلة بشكل مستمر. طيب بهاي الحالة أنا حتى أقوم بإعداد القائمة بحاجة إلى إيش؟ expected unit sales. وبالتالي البادجت يونت سيلز يونت. وبالتالي راح يكون عندي اول نقطه اكسبكتد، نقوم بتكبير الخط، اذا راح يكون عندي اكسبكتد يونت سيلز. حسب بيانات المعطى عندي في السؤال نرجع نذكرها بشكل سريع. حكينا انه الشركة متوقعة انه في عام 2014 تكون عندها عدد الوحدات المباعة بالقيم الموضحة عندي. اذا كانت عندي unit sales will be 12,000 units in the quarter 1، وبالتالي متوقع تكون مبيعاتي خلال الربع الاول بقيمة 12,000 وحدة.
وفي الربع الثاني كان متوقع عندي قديش تكون عبارة عن 16,000 وحدة. فقط مطلوب مني بالسؤال فقط للربع الأول والربع الثاني لمدة 6 شهور. وبالتالي إذا بنقوم باحتسابها بشكل سريع، 16,000 زائد 12,000 بعطينا 28,000 وحدة. إذا متوقع مبيعاتي خلال النصف الأول من العام 2014 تكون 28,000 وحدة، وهي عبارة عن 12 زائد 16. طيب بعد ذلك حسب القانون بدي أضيف عليها Desired Ending Finished Goods Units، وبالتالي بشكل بسيط راح أقول Add، راح أضيف عليها Desired Ending Finish Good Units. طيب عملية بمعنى انه عدد الوحدات او كمية المخزون من البضاعة اخر المدة من بضاعة تامة الصنع الواجب الاحتفاظ بها في نهاية كل فترة، ما بنحكي عن الربع الاول. طيب قديش لازم احتفظ؟ بيجي بيقول لي بشكل بسيط انه الادارة عندها الرغبة انها تقوم باحتفاظ Management Desire بتقوم باحتفاظ مخزون من بضاعة تامة الصنع يعادل 15% من الربع التالي. بمعنى الربع الأول كانت عند 12، بمعنى إذا بدي أحتفظ في الربع الأول قديش لازم أحتفظ مخزون؟ هو بيعتمد على الربع إيش الثاني، وبالتالي راح أقول هي عبارة عن 16,000 وحدة مضروبة في 15%، وبالتالي بعطينا قيمة هي عبارة عن 2400. إذن عندي 2400. كيف طلعت معي القيمة؟ بشكل بسيط بقدر أقول هاي ستارز عشان النقطة، وبقول هي عبارة عن 16,000 مضروبة في 15%، وبالتالي بعطيني 2400 وحدة. نقدر نكبر الخط، وبالتالي هذا فيما يتعلق بالجزئية أو المخزون الواجب الاحتفاظ به من مخزون بضاعة تامة الصنع في آخر المدة. وبالتالي أنا لازم أحتفظ يكون معاي في الربع الأول إن يجب إن عملية إنتاج 12,000 وحدة، وأحتفظ 2400 هن متعلقات بالربع إيش إلى الفترة القادمة الربع التالي، عشان لما أقوم بعملية الإنتاج يكون في عندي مخزون يلبي حجم الطلب. بمعنى إنه أحيانا الشركات ما بتقوم بالإنتاج بشكل مباشر خلال فترة معينة، وبالتالي بتلاقي عندها محتفظة بجزء مخزون من البضاعة تامة الصنع لحتى تقوم بتلبية الاحتياجات المتعلقة بالفترة القادمة. وبالتالي الشركة يجب احتفاظ ب 2400 وحدة، هن متعلقات هذول راح استخدمهم بشكل عام في الربع التالي لحتى اقوم بتلبية حجم الطلب في المستقبل. طيب فيما يتعلق بالسكند كوارتر بشكل بسيط حكينا هي عبارة عن بيانات الربع التالي مضروبة في 15%. قديش كان الربع التالي؟ كان عندي كان معطيني 20,000 وحدة، وبالتالي راح استند إلها بشكل بسيط، راح أقول هي عبارة عن 20,000 وحدة مضروبة في 15%، وبالتالي بعطينا 3,000 وحدة. وبالتالي يجب الاحتفاظ بالفترة القادمة، بمعنى اللي يجب الاحتفاظ ب 3,000 وحدة من أجل تلبية حجم المبيعات المتعلقة في الربع الثالث. الربع الثالث عنده خمس مطالبين في بيانات السؤال، وبالتالي add desired ending finished good units، وبالتالي أنا لازم أحتفظ ب 5,400 وحدة. هذا فيما يتعلق في بشكل بسيط فيما يتعلق في لمدة 6 شهور. طيب بالحالة هاي شو صار عندي؟ بصل للtotal required units. إذن بصل للtotal required unit، وهي عبارة عن 12,000 زائد 2,400، راح تكون هي عبارة عن 14,400 وحدة. وهون راح تكون عندي عبارة، وبالتالي راح تكون عندي 19,000 وحدة، هي عبارة عن 16,000 زائد 3,000. وهون راح تكون عندي بشكل بسيط 28,000 زائد 5,400 راح يعطيني 33,400. إذن هذا مبدئيا في الجزء الأول. بضل عندي آخر نقطة
وهي انه يجب احتساب الـ beginning finished goods unit. وبالتالي راح اقول less عبارة عن ايش؟ عن الـ beginning finished goods units. طيب بالحالة هاي قديش لازم احتفظ؟ طيب هو ما اعطاني النسبة، لكن خلينا نستذكر جزئية معينة وهي المتعلقة بالـ desired ending finished goods. إذا باجي بقول أنا يجب الاحتفاظ بشكل عام، يجب الاحتفاظ في جزء معين من المخزون آخر المدة للفترة القادمة. لما جيت على 2400 احتسبتها، هي عبارة عن 16000 ضرب 15%. إذا 16000 ضرب 15%، وبالتالي إذا بدي أرجع أحتسب للربع الرابع، شو راح يكون في عندي مخزون آخر المدة؟ راح تكون هي عبارة احتسابها 12000 ضرب 15%. إذن بشكل بسيط فيما يتعلق في beginning finished goods units، هي عبارة عن الفترة السابقة، وبالتالي أنا برجع بفترة. إذا أنا كانت عندي الموازنة الإنتاج المتعلقة بالفترة القادمة، راح تلاقي أنه على سبيل المثال في الربع الرابع لعام 2013 راح تلاقي أنه أنا عندي مبيعات متوقعة بقيمة 12000، وبالتالي راح تكون القيمة بشكل بسيط هي عن 12000 مضروبة في ايش؟ ب 15%. اذا راح تكون هي عبارة عن 12000 مضروبة في 15%. وهي عبارة عن 1800 وحدة. خلينا نقوم بتظليلها باللون الأحمر لحتى نوضح إنه هي عبارة عن إيش؟ نطرح هاي التكلفة، أو بقدر أحطها بين قوسين للتوضيح إنه يجب طرحها كمان عشان أصل ليش؟ لل required production units. بيظل عندي كمان للجزء الثاني، هي عبارة عن مبيعات في الفترة الحالية لحتى أقوم باحتسابها، وبالتالي هي عبارة عن 16000 مضروبة في 15%، وراح تكون عندي عبارة عن 2400 وحدة. وبالتالي راح أقوم بتظليلها باللون الأحمر لحتى أوضح هي عملية إيش طرح. وبالتالي من خلالها بقول 14400 ناقص 1800 راح يعطيني قديش؟ 12600. إذن أول جزئية قمنا باحتساب وهي نسميها required production unit. إذن عندنا required production units، بمعنى قديش لازم وحدة أقوم بالإنتاج خلال الربع الأول والربع الثاني. وبالتالي حكينا هي عبارة عن total required units ناقص الـ beginning finished goods units، وبالتالي 14400 ناقص 1800 بعطيني 12600، وهون بكون عندي 19000 ناقص 2400 بعطيني 16600. وبالتالي إذا أقوم باحتسابها بشكل آخر لحتى احتسبها لمدة 6 شهور، بقول عبارة عن 2400 زائد 1800 حكينا هتطلع عندي عبارة عن 4200. خليني أضعها بين قوسين 4200 وبعطيها باللون الأحمر، وبعدك 33400 ناقص 4200 الحل هاي بصل للرقم هو عبارة عن 29200. وبالتالي أنا مطلوب مني إنتاج خلال 6 شهور ما قيمته 29200 وحدة، واللي كانت عبارة عن 12600 وحدة خلال الربع الأول، والربع الثاني كانت عندي 16600 وحدة. هذا فيما يتعلق في بيانات السؤال. إذن إلى هنا تنتهي محاضرتنا. شكرا لكم على حسن المشاهدة.